طبعا الان الاقبال دائما على الاقمشه النقشات بشكل عام, اي نقشه سواء الكوري او الياباني. في برضه من الاقمشه اللي هو السميراميس الياباني, هذا طبعا من افضل وارقى الاقمشه, وهذا شوي سعره شوي غالي يعني. هذه القطعه تطلع لك ب 210, اما هذول السميراميس الكوري تطلع لك القطعه ب 110 ريال. وفي التيترونات, التيترون الياباني اللي هو الدرجه الاولى يطلع لك القطعه ب 155 ريال, واللي هو التيترون الكوري يطلع لك القطعه ب 90 ريال. وطبعا في الوان يطلبونها الشباب دائما اللي هو اللون السكري واللون الابيض, وفي الوان ثانيه اللي هو الرملي هذا زين, وفي بعد الرصاصي. ما شاء الله الفتره هذه في اقبال تبارك الرحمن, اقبال شديد بمناسبه عيد الفطر المبارك, وفي اصناف كثيره من الخامات طبعا اللي هالفتره للشباب طايحين بالسيراميك بالذات المخطط والتفاصيل ال 3D. اسعارنا طبعا تبدا من 150 الى 250 حسب الصناعه وصنف القماش ونوع التطريز. بعد ما نفصل قبل العيد بشهر ونص قبل الزحمه وقبل متر حال. طبعا نفضل للعائلات انهم ياخذون الطاقه كامله لانها تكفي 7 ثياب, فيختصر على نفسه التعب والراحه والجايه, فياخذ له 7 ثياب وينتهي. تبتدي اسعار الطاقات من الصيني من 350 ونطالع, الكوري من 400 ونطالع, والياباني من 600 ونطالع, باختلاف حتى توصل الى 1000 ريال باختلاف نوع الخامه يعني. هو اكثر الاقبال على الابيض والسكري اللي هو الاصفر او النباتي. ايضا الاقمشه متنوعه بالتنوع ما بين الياباني الكوري الاندونيسي. في المرحله الحاليه عندك اليابانيات بشكل عام والتايواني بشكل خاص منتشر, اللي هي شغله التقليمات شيء جديد في السوق.